بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية في اللغة الإنجليزية، واحد لطلاب الانتساب المطور في السنة التحضيرية بجامعة تبوك، هي work and study، وتعني العمل والدراسة. طبعا النقطة القواعدية في هذه الوحدة هي استخدام الزمن الحاضر البسيط أو present simple. طبعا من اسمه واضح ان استخدامه جدا بسيط ويستخدم في حالات بسيطة، ولكن على الرغم من ذلك يجب الانتباه الى الحالات التي يجب علينا ان نستخدم فيها الحاضر البسيط. الحالة الاولى التي نستخدم فيها الحاضر البسيط هي عادة مع الاشياء التي تكون صحيحة بصورة عامة، أو things that are generally true. على سبيل المثال، we live in Tabuk. نحن نعيش في مدينة تبوك. أو I like tea. ومعناها أنا أحب الشاي. وأيضا بإمكاننا أن نستخدم الحاضر البسيط مع الأشياء التي تحدث بشكل دائم أو الأشياء الروتينية، مع الأشياء التي تحدث بشكل دائم. أو مع الأشياء الروتينية. طبعا على سبيل المثال بإمكاني أن أقول I go to work every morning. معناها أذهب إلى العمل كل صباح. طبعا كون هذا الشيء عمل روتيني، فللتعبير عنه نستخدم الزمن الحاضر البسيط. طبعا هذا الزمن اشتق اسمه لأن تكوين الجملة في الحاضر البسيط ويعتمد على الفاعل والفعل. الفعل يكون في صيغة الحاضر، زي مثل ما احنا شايفين في الجمل هذه. We live in Tabuk هو الفعل في الزمن الحاضر. I like tea كمان هذا الفعل في الزمن الحاضر. I go to work فعل go في الزمن الحاضر. طبعا نلاحظ ان الفاعل هو في هذه الجملة we، وفي هذه الجملة الفاعل هو I. عندما يكون الفاعل في الجملة he she it، نضيف للفعل حرف s، وتسمى s الشخص الثالث. على سبيل المثال he works as an engineer ويعمل كمهندس. she helps her neighbors all the time، ومعنى هذه الجملة أن هي تساعد جيرانها طوال الوقت أو في دائما. طبعا في هذه الحالة كما نلاحظ الفاعل هو he أو هو، وبالتالي أضفنا للفعل الأساسي is. الفاعل she أو هي، أضفنا للفعل الأساسي is. في حالة النفي نستخدم أداة النفي not مع الفعلين المساعدين do و does، حيث نستخدم الفعل do عندما يكون الفاعل I we you they أو ما يعادلها من أسماء العلم أو أسماء الأماكن، ونستخدم أداة أو الفعل المساعد does مع الفاعل he she و it أو ما يعادلها من أسماء العلم مثل Mary أو John. لو أردنا على سبيل المثال نفي ثلاثة جمل، الجملة الأولى I go to work every morning، نفي هذه الجملة على النحو التالي I
do not go to work every morning. وبالطبع بإمكاننا اختصار الفعل المساعد do مع أداة النفي not لكي تصبح الجملة I don't go to work every morning. الجملة الثانية he works as an engineer. He does not work as an engineer. طبعا بالاختصار تصبح he doesn't work as an engineer. طبعا عندما نريد أن نشكل سؤال في الزمن الحاضر البسيط أيضا نستخدم do و does على الشكل التالي does he work as a teacher? Do they live in Tabuk? طبعا نسمي هذه الأسئلة ب yes no questions لأن الجواب عليها يكون إما yes أو no. فلو أردنا الإجابة بأجوبة قصيرة عن الأسئلة السابقة فنقول Does he work as a teacher? Yes, he does. أو No, he doesn't. أو الجملة الثانية Do they live in Tabuk? Yes, they do. No, they don't. يوجد أيضا ما يسمى بأداة السؤال أو WH question word WH questions أو الأسئلة التي تبدأ بـ WH. معنى هذا الكلام أن هذه الأسئلة فيها عدد غير محدود من الإجابات ولا ينطبق عليها اسم نعم أو لا لأن إجاباتها غير محدودة. على سبيل المثال لو استخدمت أداة السؤال what التي تستخدم للسؤال عن الأشياء what languages do you speak ما هي اللغات التي تتحدثها هذا السؤال يحتمل إجابات غير محدودة وبالتالي لا يمكننا إطلاق عليه اسم yes no questions أو عندما نريد سؤال الشخص عن مهنته أو عمله بإمكاننا أن نقول what do you do ماذا تعمل أو لو استخدمنا أداة السؤال where للسؤال عن المكان where do you live أو where Do they live? طبعا أتمنى أن يكون شرح الزمن الحاضر البسيط قد أدى المهمة منه. لدينا طبعا بعض المفردات المهمة في الوحدة الثانية Jobs and places of work بعض أسماء المهن وأماكن العمل بعض أسماء المهن يوجد عندنا accountant وتعني المحاسب businessman أو رجل أعمال doctor طبعا doctor دكتور طبيب إلى آخره fashion designer وتعني مصمم أو مصممة أزياء lawyer يعني محامي lecturer محاضر pilot طيار web designer مصمم صفحات انترنت company هذا مكان عمل يعني شركة court محكمة hospital مشفى
office مكتب plane طائرة shop متجر أو محل بيع university جامعة. ولدينا أيضا بعض المفردات المرتبطة بالدراسة والجامعة مثل course وتعني منهج، exam اختبار، qualification وتعني المؤهل، score نتيجة، society مجتمع، staff طاقم عمل، student تلميذ أو تلميذة، subject مادة دراسية. ولدينا أيضا بعض المفردات المرتبطة في العمل في المكاتب مثل communication وتعني التواصل، email طبعا معروفة، event حدث، filing نظام ملفات، إنترنت شبكة الإنترنت، letter رسالة، meeting اجتماع، photocopier آلة تصوير، salary راتب، skill مهارة، work duties وتعني واجبات العمل، working hours وتعني ساعات العمل. وفي النهاية أتمنى لكم التوفيق بعون الله. السلام عليكم.